تعدى بالكرة سالم الدوسري مر من الأول لعب كرة هذه خطرة للهلال لأن في ثلاثة لاعبين للهلال تقدم نقلة للأمام وسريعة هلالية نقلة خطيرة الرويلي يتدخل برافو الرويلي يتدخل بشكل رائع كانت هجمة هلالية سريعة للهلال منقولة مشاري لعب كرة إيمانويل كان يطلبها من الاتجاه الثاني كرة كانت هلالية سريعة في لاعب مصاب على أرضية الملعب العروبة في الأيام القادمة يعني يتحدد عند مصير مع يوم الثلاثاء القادم راح يكون أكبر عدد في اجتماع الخاص لأعضاء الشرف للمناقشة المادية للأمور لأيضا مطالبة ببقاء العروبة لموسم قادم ثالث يعطيه الخبرة الكافية في مقارعة الكبار واللعب مع الكبار كما حدث للفتح في سنة أولى في سنة ثالثة بعد ذلك هذه الكرة الأخيرة اللي اصطدت في كواك تايهي وبالتالي كانت الفتح